يعني ثلاثة كيساهموا في هذا المشاكل هذا بواحد مختلف الطرق كل سنة تيكون نموذج ولكن الأهم أنه المضمون ديال الحج مبني على أربعة الرفت والفسوق والجدال والثالث الوقوف عرفة اللي دار هاد أربعة ما عنده حج إذا إنسان كيرفت تيفسق كيجدل كي بلا ما كيشعر والوقوف عرفة كيوقف كي هذا بالنسبه للحج بالنسبه للوكاله السياحيه الا ما كتكون مخلصه مع الزبون ديالها في داكشي اللي كيدير في الحجز ديالو لان الحجز الحج ليس وما عندو شي مقارنه مع الحج لاي دوله ثانيه كسياحه عامه هذا واحد الحج اللي هو نقولوا رباني خص تسوي فيه واحد العديد الشروط هذاك الانسان اللي بينظم هذا العمل هذا خص تكون فيه شروط اخلاقيه عاليه بزاف خوف الله كثير عالي بزاف والاتقان في العمل ديالو كيجي طبعا التاثير كان كبير ديال هذا النوع ديال السلوك بحيث ان ما يمكنليش باقي تركز على الجانب الروحي والديني اللي مشيتي من اجله صبحتي كتفكر في النزاع صبحتي كتفكر في كيفاش غادي تتم القضيه ديال الحج ديالك بحيث انك ما بقاش عندك شعور ديال انك بالفعل مشيتي حجيتي وفي الظروف اللي هي كنتي كتوقعها واللي من اجلها اديتي واحد الثمن غالي واللي وقع اتفاق بينك وبين وكاله الاصفار فبالتالي هناك يعني عدم الايفاء بالوعد وعدم الايفاء بالقيام بالخدمات اللي هي تم يعني اتفاق عليها. واخواننا اللي غادي يمشوا المستقبل ان شاء الله يعرفوا هذه القضيه ديال هذه باش لان هذه الحجره ماشي لعب راه مشيت 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 وتقاسم و... حنا كنا بالريده ديالنا وكنا كنتقاسموا هذا ماشي حاجه هذا واللي كيمشوا ضحايا اكثر من الاخرين هم الجاليه المغربيه لان بالنسبه للجاليه التركيه كاين تنظيم خاص بهم كاين طائفه اللي ل... كتمشي مع الحكومه ديالهم وكاين الناس اللي عندهم يعني الفيزات مباشره من من ال... الحكومه السعوديه المنظمه ل... ل... ميدوغوج مثلا بالنسبه للجنسيات الاخرى كاين تنظيمات ولكن بالنسبه للمغاربه يعني بصراحه يعني سوق للتجاره يتصرف فيهم يعني كل واحد من اللي بغى اللي بغى يدير تجاره في الحج يكون يكون مغربي ولا جزائري ولا مصري ولا بغى يكون يمشي المغاربة ويدير التجاره ديالو ويبيع ويشري بالمفهوم اللي بغى هو ما كانش اللي ما كانش اللي نفسهم ولا يقولوا مش هذا الشيء لا الاداره المغربيه تكلم

Het gaat namelijk om veel geld. Uh, een gemiddelde hedge uh, kost 3.500 uh, drie, euro. Um, een reisorganisator moet in ieder geval um, uh, garantie bieden over de tickets. Er moeten uh, afspraken worden gemaakt over het hotel, uh, de prijs van het hotel. En heel belangrijk is uh, waar uh, bevindt zich dit hotel? Want je kunt een heel goedkoop ho ko hotel uh, huren. Maar als je dan vervolgens ieder vijf keer per dag uh, twee, twee kilometer moet lopen naar de uh, masjid al-Haram, uh, dan schiet dat ook niet op. En dus je moet ook precies weten waar kom je terecht. Uh, je moet ook eisen van de reisorganisator dat hij jou een bewijs geeft waar... Geboekt is bij welk hotel. En dat is heel makkelijk. Je kan ook zeggen: geef mij de gegevens. Je kunt het ook zelf controleren als je maar de gegevens hebt van, van, van de boeking. En uh, ook afspraken maken over de vertrektijden, terugkomsttijden en uh, de opvang in, in, uh, in Mekka en Medina zelf. Door zoveel mogelijk uh, afspraken vastleggen in het contract. Wat zien we nu? Uh, zeggende papiertjes waarin staat: uh, een reisorganisator uh, uh, organiseert een reis naar Mekkan, uh, er staat een datum in van vertrek en terugkomst en verder niks. Dus als we straks, uh, als we vervolgens bij uh, rechtbank terechtkomen waar, waar een geschil uh, wordt uitgevochten, dan zegt de rechtbank: Meneer, wat heeft u nou daadwerkelijk afgesproken? Wat zijn de afspraken? En, het, het probleem is dat, dat de meeste uh, Hadjen niet in staat zijn om uh, aan de rechtbanken aan te tonen welke afspraken daadwerkelijk feitelijk gemaakt zijn. En dan uh, verlies je de zaak. Als we in de regio zijn, is het zo dat we in de regio zijn. We kunnen een half jaar lang in de regio zijn. We kunnen een half jaar lang in de regio zijn. Als we in de regio zijn, is het zo dat we in de regio zijn. منا من عائلتنا ترماو على برا بمعنى ان كسروا الباب او المفتاح ودخلوا وخرجوا الباكاج ورموا على برا بان فيه امتعه ديال الناس وفيه فلوس وفيه يعني اوراق شخصيه وفيه كذا فاتصلت بالاخوان لانهم كانوا في السوق اثنينهم اتصلنا بهم بواسطه التليفون وجاو ولما جاو لقاو يعني ذاك الاغراض على برا سيبوهم وحاولوا يدخلوا شخص ثاني مكان هذا يعني اللي بالنسبه تحسب علينا احنا الناس السنه الماضيه رجعوا من المطار ما حجوش يعني دفعوا فلوس دفعوا جوازات دفعوا كل شيء وداروا معاهم تلقوا في المطار باب الطائره غادي تاخذوا الجواز تدخلوا في الطائره وتاخذوا الجواز, الجواز ديالكم لكن مشاو للمطار في الاخر كانوا كيطلبوا غير جواز سفر لا حج لا فلوسهم رجعات لا جواز سفر رجع لهم وبخاو مساكين كيمشي وجو في الاخر، الناس ما واعياش. وكاين كاع يعني الناس اللي كيقطعوا الورقه مثلا ربما يوقع له حدث مريض ولا شي حاجه يبطل السفر. ذاك ذاك الاخر ذاك التامين ديال ديال الورقه ديالو ما كيعرفش يزيد واحد 25 اورو ولا شي حاجه الا وقع له هذا يرجع فلوسه. فهاد الناس اللي كينظموا كيقنعوا كي الناس عندهم عندهم طرق القناعه باش كيقنعوا الناس وفي الاخير مره كتنجح مره مره كيخسروا كي حتى هما. الحاج تيكون ضحية ديال نفسه ولا ما عارفش كيفاش يحجز وما عارف كيفاش يبذل المعلومات الصحيحة عندما غادي يحجز هذا واحد وكيفاش يتابع الأمور ديالو بعد الحجز حتى يسول على اللوطيل ديالو في المملكة العربية السعودية اليوم كل شيء سهل هز التليفون ديال الفندق اللي عطاه كما أو الأمسين جات سيدة عندها وثيقة بفندق تسأل عن الفندق هذه أمسترات والفندق غير موجود الفندق خراب ما كاينش

ولا ثمن الباكيت ديال الحج ما بين السنة هذه والسنة الماضية طلع ب 1000 أورو يعني أغلى يعني باكيت يعني شخص يمشي حج السنة الماضية كان ب 2400 أورو العام هذا ب 2500 ب 3500 معناه يعني كاين واحد كاين واحد التنسيق ما بين هاد التجار اللي كيلعب دور باش يغليو السوق باش يرخصوه باش يديروا وهاد الناس هادو اذا ما كانش التدخل ديال المنظمات الاسلاميه ما كنقصرش غير الاتحاد المساجد اي منظمه اسلاميه بغات تدخل في اصلاح هاد المشروع هذا ان نديرو يد فيد ونتعاونو نعم أه لكن على أه حساب يعني هذه الاثمنه اللي ذكرتي ليش رجع هذا الشيء بالضبط؟ ما فهمناش الا جينا نمشيو للطائره هي بقات في الثمن ديالها أه كيعتمدوا على ان مكه فيها واحد العدد ديال الاوتيلات كانوا قدام ريبوهم وصبح السكن غالي وهذا هو السبب لكن باش تطلع الورقه ب 1000 اورو يعني في, في, في سنه واحده انا كنظن هذا أه احتكار